السلام عليكم. اليوم نروحوا لمدينة البوليدة اللي نقف على اشغال تاع عاد تأهيل ملعب البوليدة هذا، والسؤال يبقى مطروح، يعني فيه عملية كبيرة نتاع تأهيل الملعب هذا، وخاصة تحضير العشب الطبيعي تاع الملعب، والهدف لا نعرفه، لا نعرف ما هو الهدف من هذا التحضير تاع الملعب هذا، بما انه التنظيم تاع كاس افريقيا راه في كف عفريت، وكذلك يعني فيه ملاعب لاستقطاب مقابلات تاع كرة القدم تاع الفريق الوطني كملعب وهران وقسنطينة وعنابة وبراقي، ومستقبلا في تيزي وزو والدويرة. فالتأهيل تاع الملعب هذا الهدف منه غير واضح. إن شاء الله أن يكون فيه أجوبة لهذه التساؤلات. نترككم تتابعون، والسلام عليكم.